التنزيل ولجنة أخرى في صالح هذا النظام ضد العبودية ضد المستعبدين. والصورة هذه تختزل المسافات وتعبر بطريقة قوية جدا، أقوى من الخطابات وأقوى من المقالات. وأرى أن هذا البحث يجب على الحراضين العبيد السابقين أن يتجهوا إليه ليبرهنوا من خلاله هو كذلك على مدى مأساه هذه العبودية، ما كان الاستخدامات التي كانت تستخدم ضد آبائنا في هذا الوطن الحبيب ومع هؤلاء الأخوة في الوطن والأخوة في الدين والقرابة، كل قرابة في أننا نحن في موريتانيا بلد مسلم 100% وتمارس فينا هذه الممارسات البشعة للعبودية لاستقلال الإنسان. وأرى أن هذا المعرض اليوم كان معرضا ناجحا وحضره نفيذ المعتبر من السويسرا. أنا حابب القرابة جايين هون لهذا اليوم المهرجان الدبلوماسي الإيراني زين عم تكون وكتبين ومعدل عن طريق برام التاوج عبيد اللي حرر العبيد اللي هذا الصور مليون، وهذا الصور يدلوا عن العبودية ما زالت خالقة وعن أمة استقبال حريتها ما زال موجود ونأيد عليه رالي ومفتحون وهذا مكتبه ونأيد عليه برام التاوج عبيد الزعيم الوحيد اللي هو في السجن الشيخ. السلام عليكم لنا يا قبر. حركة كبيرة وبالغة لي، تو خلنا نفضي يرجع كبيرة وشاكل مدي، صلاح لوني.